نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فيديو عفوي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه مع ابنها الصغير ديف هو وعم يعمل حركات مهضومة ويرقص على أنغام غنية أجنبية، وخطف بجماله قلوب المتابعين. تردد انه الرائسة الشرقية صافي ناز بتصر على انه يرفقها بحفلاتها اكتر من 4 شباب عندهم عضلات، يعني بادي جاردز، وهالامر بهدف حمايتها من اي مكروه ممكن انه تتعرض له، خصوصا انها بتواجه محاربة خفية من بعض الفنانات بحسب المعلومات. مصادر الفن نفت هالمعلومات وقالت انه بالكاد برفقة مساعدة بحفلاتها، وانه موضوع انفاق مبلغ $7,000 كمعاش للحراس شهريا هو موضوع من نسج الخيال. تعرضت الممثلة السعودية إلهام علي لموقف محرج من قبل زوجها الفنان خالد صقر بعد ظهورها بمقطع فيديو طلبت منه أنه يبين معه، بس هو رفض الموضوع بشكل مباشر، وهيدا يلي حطها بموقف صعب قدام محبينا. الدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان مع الفنانة اليمنية بلقيس بإحدى المناسبات الخاصة، هن وعم يرقصوا على أنغام غنية محمد ثابت، وتوقع الجمهور بأنه ممكن هاللقاء يكون بداية لمشروع فني بيجمعهم مش بس مجرد لقاء عابر. نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو من قدام أحد اليخوت، وظهرت بفستان أخضر طويل هي وعم ترقص على غنيتها القديمة لعيون العسلية، ولفتت سيرين الأنظار بعفويتها وحيويتها واللوك يلي ظهرت فيه بمسلسلة دور العمر. بمعلومات خاصة لموقع الفن عرفنا أن الممثلة المصرية ميرفت أمين عم بتعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاة صديقة عمر الممثلة المصرية دلال عبد العزيز من أسبوعين، وعم تمرق بنوبة اكتئاب شديدة. وعرف موقع الفن أن حالة ميرفت الصحية ما بتسمح لها بقراءة أي سيناريو من المعروضين عليها، وتأجل تصوير حكاية مسلسل إلا أنا بسبب سوء حالتها النفسية. كانت معكم بموجز الفن ماري لورد سمعان. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.